على مدى عقدين كانت مقولة سائدة في السياسة التركية، مفادها أن رجب طيب أردوغان محظوظ بمعارضة ضعيفة تفتقر إلى القدرة على تقديم خطاب سياسي منافس، ولا تتمتع بالمهارات التي يمتلكها في اللعب على التناقضات السياسة الداخلية. شهدت تركيا في عطلة الأسبوع تصدعا في صفوف المعارضة بعدما انسحب حزب الجيد برئاسة ميرال أكشينار من تكتل من 6 أحزاب يوم الجمعة الماضي، وسط خلاف حول مرشح التحالف للرئاسة كمال كليتشيدار أوغلو الذي يتولى حاليا قيادة التحالف ويترأس حزب الشعب الجمهوري. وعلمت الجديد أن تصدع المعارضة لم يدم سوى 72 ساعة لتعود أكشينار إلى الطاولة السداسية وتمضي في مواجهة أردوغان في 14 من أيار المقبل. المرشح المفترض اليوم عن المعارضة هو زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدارأوغلو. أعتقد أنه التحالف السداسي سيعلن اليوم بشكل رسمي أن مرشحه للانتخابات الرئاسية هو كمال كليتشدارأوغلو. لكن التطور المهم الذي طرأ على جبهة المعارضة خلال اللحظات الأخيرة هو التسوية التي تم إبرامها مع زعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر، وبموجبها عادت ميرال أكشنر إلى الطاولة السداسية. كانت هناك أزمة خلال الأيام الثلاثة الماضية في داخل هذا التحالف. هذه الأزمة هددت بانهيار هذا التحالف وتحوله إلى تحالف خماسي، لكن على ما يبدو أن هناك تسوية أبرمت في اللحظات الأخيرة، واستطاعت بموجبها الأحزاب الخمسة الأخرى إقناع زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنر بالعودة إلى الطاولة السداسية. لكن عموما اليوم بدت أن المعارضة تجاوزت هذه الأزمة الخطيرة التي عاصفت بها، واتفقت في نهاية المطاف على مرشح رئاسي مشترك هو كمال كليتشدارأوغلو. لكن بموجب التسوية التي تم إبرامها كان هناك اشتراطات وضعتها ميرال أكشنر، وهي أن يتم ترشيح رئيسي بلدية أنقرة واسطنبول منصور يواش وأكرم إمام أوغلو لمنصبي نائب الرئيس، وكان هناك قبول لدى الأحزاب الخمسة لسيما حزب الشعب الجمهوري. وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن تسوية تم إبرامها في اللحظات الأخيرة ومرشح رئاسي مشترك هو كمال كليتشدارأوغلو. أردوغان الرئيس 12 للجمهورية التركية يطمح إلى ضمان نجاحه من الدورة الأولى في وجه زعيم حزب الشعب الجمهوري، ويرى أن انتقاله إلى الدورة الثانية ومواجهة كليتشيدار قد يقوي اصطفاف المعارضة. المعركة في الانتخابات الرئاسية مهمة جدا، لا سيما فيما يتعلق بالجولة الأولى. الرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن يحسم هذه الانتخابات من الجولة الأولى، لأنه في حال وصلت الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية فهذا يعني بأنه فرص أردوغان في الفوز في الرئاسة ستتقلص إلى حد كبير لعدة اعتبارات. أولا، من الواضح أن جميع أحزاب المعارضة وإن كانت تختلف الآن لكن ربما تتفق جميعا في الجولة الثانية من الانتخابات على الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، وهذا سيشكل معضلة كبيرة بالنسبة للرئيس أردوغان. أيضا في جانب آخر، وإن بدأ الآن حزب الشعوب الديمقراطي خارج النقاش في جبهة المعارضة ولم يدخل في التحالف السداسي، لكن أعتقد بأنه في الجولة الثانية سيصوت ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي بشكل كبير للمرشح المعارضة الذي يعبر ربما يكون كمال كليتشدارأوغلو إلى الجولة الثانية. 10 أسابيع تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية التركية، والتي تعتبرها المعارضة فرصة لإخراج البلاد من تحت عباءة السلطان. أما حزب الحاكم فيراها مصيرية وحاسمة بعد 21 عاما من الحكم. طولي منصور، قناة الجديد.